اصحي 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 بقى، كفايه نوم الساعه بقت 6. ايه انت هتنامي تاني؟ قول بقى العيشه اللي تقرف دي. كلنا دلوقتي هنأدي تمرين مفيد لتقوية الذراعين ولمرونة مفاصل الكتفين. هنضع الكفين أمام الصدر. الوضع ده احنا عارفينه اسمه وضع انحناء عضلي في 4 عدات. بقوة مع الموسيقى. ضغط ضغط 2 3 4. أحسن. ننهي تمريناتنا بمنتهى النشاط بالجري على شكل دايرة مع الموسيقى. جري. الجري على نشاط القدمين. بنحرك اليدين مع حركة الجري. نحافظ على شكل الدايرة واحنا بننهي التمرين. أحسن. وإلى أن نلتقي أصدقائي لكم منا أحلى الأمنيات في يوم سعيد. اصحى حبيبي اصحى، وراك مدرسة. اصحى بقى بلاش عندي يا أخي. أنا بقى صاحي يا بابا. برافو حبيبتي. ما تيلا يا حمادة تصحى بقى يا أخي. مش معقولة كده، كل يوم مدرسة مدرسة، أنا تعبان. ليه بقى يا أخويا تعبان ليه؟ عندك إيه؟ يلا يا ولد يلا بلاش كسل. أيوة يا أخويا يلا بلاش كسل، خليك ناشط كده زي أمك. يا أختي على الجمال يا أختي. يلا يا ولد خد البس المريال. بطل دلع، أنا فاهمة حركاتك كويس، والنبي هتروح المدرسة لما تعمل إيه؟ أنا دماغي بتوجعني يا ماما. النبي لما تشرب الشاي هتخف. بيت يا سلمى. نعم نعم. بعد ما تخلصي لبسي اخوك المريال. حاضر. يلا. اوه الجبال. خلاص انت حر، خليك تتاخر على المدرسه. اتاخر مالكيش دعوه. قولوا القاهره. بالسلامه يا حبيبي بالسلامه بالسلامه، تروح وترجع بالسلامه. مالك يا صفاء بصي لي قوي كده ليه؟ زي ما تقولي بتشوفيني لاول مره. لابسين ومتنتكين وعلى سكه 10. ايه المناسبه؟ المناسبه ان انا رايح اقابل الاستاذ المشرف على الرساله بتاعتي. يبقى اكل عيال. اكلك اهو. ما كلش من ده ليه يعني؟ ده اكل عيال. وايه الفرق يعني؟ كل من ده. مره الفرق يعني. مش ناوي تشتري بس اكيد؟ مالها؟ كويسة يعني؟ ملهاش، بس احنا من يوم ما اتجوزنا وانت ما غيرتهاش، وزمانها اشتكت. هي كانت اشتكت لك؟ ما هي دي شكليات. قيمة الإنسان في عقله مش في هدومه. التخلف اللي احنا عايشين فيه ده. مش يعني. في ايه الجواب ده؟ هو لسه فتحته. الله، بسألك رد علي. ابدا يا ستي، ناويين يبنوا فصول جديده في المدرسه وطالبين تبرعات من مجلس الاباء. ايه شغل الشحاته ده؟ واحنا من؟ احنا مالنا ازاي بس؟ احنا مش ولادنا بتتعلم في المدرسه دي وبيتعلموا فيها ببلاش كمان. فصول جديدة معناها إن فرصة لأولاد زي أولادنا إنهم يتعلموا في ظروف أحسن. طب أفش. يلا يلا بلا.